بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطلبات كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، أهلا وسهلا بكم في قسم الطفيليات. معكم الدكتور باسم محمد المشمشي، مدرس الطفيليات. النهاردة إن شاء الله هنكمل السكشن الرابع أو الدرس العمل الرابع من الترم الهرمنسولوجي. حلو، وهناخد آخر سكشن بيتكلم على الترماتودة، آخر سكشن في الترماتودة في الجزء اللي اسمه هرمنسولوجي. هناخد في اخر عيله اللي هي شيستوسوماتيدي، اللي عيله البلهارسيا والسنيلز، لان السنيلز بتشتغل كانترميديت هوست لكل انواع التريماتود. حلو، فنبدا بالعيله اللي اسمها شيستوسوماتيدي. سميتها شيستوسوماتيدي ليه؟ لان اهم دوده فيهم اللي هي دوده البلهارسيا اسمها شيستوسوما، اسمها شيستوسوما سبيشيز. اسمها ايه تاني؟ شيستوسوما سبيشيز. احنا عندنا شيستوسوما بتبقى السكس فيها سيبريت. ما احنا كنا اتفقنا ان كل التريماتودا ايج هيرما، كل التريماتودا سبيشيز هيرمافرودايت، او كل التريماتودا بتبقى هيرمافرودايت ما عدا الشيستوزوما هي اللي سكس فيها سيبريت. يعني ايه سكس سيبريت؟ يعني الميل شخص لوحده والفيميل لوحدها، الميل لوحده والفيميل لوحدها. تقريبا كل الاكسبشنز بتوع التريماتودا هتلاقيها موجوده عندنا النهارده في السكشن في الشيستوسوما. طب احنا هناخد الميل، فعشان كده اللي قدامي ده، الشريحه اللي قدامي دي شيستوسوما سبيشيز ادلت ميل، بس فين على سلايد. طب ما جبتهالوش في جار ليه؟ لانه حجمه صغير، ده 22 مللي، فمش هعرف اجيبه. حلو، طيب انا جايب لك صوره جنبه ليه؟ لان الانتيور اند بتاعت الميل مقطوعه، اللي فيها الاورال والفنترال سكر دي مقطوعه، فهو جايب لك بقيه الجسم، جايب لك بقيه الجزء ده. حلو كلام، بس عشان كده انا جايب لك الصوره دي، لكن دي الشريحه اللي عندك في المعمل. من حيث السايز بتوصل لحد 22 مللي وعرضها 2 مللي. خد بالك ده هيبقى قصير وتخين بالنسبه للفيميل، يبقى ده قصير وتخين، والفيميل بتاعته بتبقى طويله ورفيعه، ودي الحكمه هتاخدوها في النظري. ليه ربنا خلق الفيميل طويله ورفيعه وليه خلقه هو قصير وتخين؟ حلو كلام. طيب الحاجة التانية ان ده ما تاخده في النظر، يقول لك ده موجود في البلاد فيزلز بتاع البورتال، مثلا البورتال فين اللي هو الوريد البابي الكبدي، وبالتالي بيثبت نفسه في البورتال فين. طيب ممكن ما يلاقيش الفيميل في الوقت اللي هيعمل فيه فيرتلايزيشن، او الوقت اللي الفيميل هتنزل فيه الايج، فعشان يلاقي الفيميل، خد بالك هو واخد الفيميل في حضنه. هو المفروض الجزء هو مكون من جزئين، الجزء الانتير اند ده بيبقى سيلندريكال، والبوستيرور اند بتبقى مبططه، بس بعد كده يقوم قافلها ناحيه الفنترال، يعني طوي جسمه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وعامل لي قناه في النص. القناه دي بسميها قناه الاحتضان. قناه ايه تاني؟ الاحتضان. فبقول عليها جايناكوفوريك كانال، جايناكوفوريك كانال يعني قناه الاحتضان. ده بيحط فيها الفيميل على طول، يعني هو اول ما يبدا يبقى ادلت بيتجوز، يقوم واخد الفيميل في قناه الاحتضان وملزقها فيها وسايبها، بحيث الفيميل في اي وقت تحب تيجي تطلع اج تلاقي الميل جنبها يخصب لها الاج بتاعتها، فتبقى الاج نازله مخصبه. ماشي، هما صحيح السكس سيبريت، بس هما ما بيسيبوش بعضهم لان الميل بياخد الفيميل في قناه الاحتضان. طيب الاورال سكر بيبقى موجود حوالين الاورال اوبننج، الفنتر سكر بيبقى في الانتيريور اند برضو تقريبا قريب للاورال سكر، بس تحس ان هو طالع لبره الجسم، بارز بره الجسم. بارز بره الجسم دي بقول عليها بيدانكيوليتد او كونستريكتد اوف فروم ذا ريست اوف ذا بودي، لا اما بيدانكيوليتد لا اما كونستريكتد اوف from the rest of the body. يبقى الجسم حتتين، جزء سيلندريكال من اول هنا لحد هنا، والجزء ده فلات بس متني ناحيه الفنترال، ده ناحيه الفنترال اهو، متني من جنب ناحيه الفنترال ومن الناحيه الثانيه، وعامل لي قناه الاحتضان اللي سميتها ايه تاني؟ جايناكوفوريك كانال. والفنترال سكر بيبقى كونستريكتد اوف from the rest of the body. طب نيجي الانتستاينال سيكا، اسمها تاني انتستاينال سيكا. ركز معايا بقى، فاكرين في اي تريماتودا في الدنيا كان في اوسوفجاس هنا؟ ماشي، كان في اورال سكر وفي اوسوفجاس. الاوسوفجاس هنا مفيش في فارنكس يا جماعه، مفيش حواليه فارنكس، بيبقى ابسنت في الفارنكس، يبقى هو والبرم في وسطهم احنا كنا اخدناها قبل كده تبقى ابسنت في الفارنكس، بس عشان دي عايشه في الدم بيبقى في جلاند من خليه واحده حوالين الاوسوفجاس، بقول عليها اوسوفوجيال يوني سيلولار جلاند. اقول عليها تاني، اوسوفوجيال عشان جنب الاوسوفجاس، يوني سيلولار جلاند يعني جلاند من خلايا واحده عشان تساعد على هضم الدم، اوسوفوجيال
يوني سيلولار جلاند. بعد كده الانتستينال بايفوركيشن بيحصل، الانتستين بتعملي اتنين انتستينال سيكاي. بس في حاله الميل بقى بتاعت الشيستوزوم، ومش هما اتقسموا يرجعوا يتحدوا تاني، وبعد كده يتقسموا، وبعد كده يتحدوا تاني، وبعد كده يتقسموا، يفضل يتحدوا ويتقسموا على طول الدوده لحد ما في الاخر خالص ينتهي باتنين برانش. يعني ينتهي هما مقسومين، ينتهوا في الاخر وهم مقسومين. يبقى الانتستينال سيكا بيحصل لها باي فوركيتد عند الليفل بتاع الفنتر ساك، يعني قدام الفنتر ساك يبدا يحصل لها باي فوركيش، وبعد كده يحصل لها ريونيون، وبعد كده ري باي فوركيشن، وبعد كده ريونيون، وهكذا لحد ما توصل في الاخر وهي مقسومه اتنين. طيب التستس، احنا كنا اتفقنا ان كل التريماتود اللي في الدنيا عندها اتنين تستس ما عدا البلهارسي، عندها من 3 ل 6 تستس، من 3 ل 6 تست. موجودين فين؟ شايف الفنتر سكر ده، يبقى ده الفنتر سيرفس. الدورزال الناحيه الثانيه تبقى اسمها دورزال سيرفس، هم موجودين على الدورزال سكر، الدورزال سيرفس هنا في الحته ده تحت مستوى الفنتر سكر. يعني لو وقفنا الجوجه دي كده، مش ده الفنترال، يبقى ده الدورزال من اول المستوى اللي تحته ده، وتعد الايه التستس ورا بعض هنا كده في المنطقه دي من 3 ل 6 تستس. طبعا في النظري هتاخد الشيستوزوما انواع وتعرف كل نوع فيه كام تستس بالظبط، بس احنا هنا في العمل يهمنا ان دي شيستوزوما سبيشز، يعني اي سبيشز من بتاع الشيستوزوما، ما يهمنيش بقى هي انهي نوع، ده تاخده فين؟ في النظري. ماشي، خلصنا الميل، خد بالك لونها احمر لان موجوده في الدم، فبتبقى الشيستوزوما كلها لونها احمر. نيجي للفيميل، الفيميل زيها بالظبط بس بتبقى سايلندريكال، سايلندريكال يعني اسطوانه، فعشان كده شبه النيماتودا، الديدان الاسطوانيه. الله، طب ليه ما حطيتهاش تبع النيماتودا في التصنيف؟ لان الميل، الميل خد بالك بيبقى الجزء الكبير فيه مبطط، ما ينفعش الميل يبقى تريماتودا والفيميل نيماتودا، دي في مجموعه ودي في مجموعه تانية. غير كده ان اللايف سايكل بتاعه كل الشيستوزوما بتاخد فيها سنيل زيها زي الترماتودا بالظبط. الحاجه الثالثه الانترنال اورجان ما فيهاش كيفيتي، ما فيهاش كيف، ما فيهاش بادي كافيتي جوه، انت معايا؟ ما فيهاش سيلوم، وبالتالي كل حاجه فيها شبه الترماتودا ما عدا الشكل من بره، فحطيناها تبع الترماتودا وقلنا ده اكسبشن، فعشان كده تبقى سيلندريكال. وطولها 28 مللي، الميل كان 22، يبقى هي اطول من الميل، وعرضها 3 من 10 مللي، الثانيه كان ممكن يكون 1 ل 2 من 10 مللي اتخن، يبقى الثانيه كان قصير وتخين، دي طويله وايه ورفيعه. الكيوتيكل هنا سموث، هناك الميل كان الكيوتيكل عليها تيوبركل، ليه؟ اصل عشان عاوز يمسك نفسه في البلاد فيزس ما يتزحلقش، لكن الفيميل بتبقى موجوده في قناه الاحتضان، فكده وكده مش هتتزحلق، الميل هو اللي ماسكها. الانتستينال سيكا برضو بتيجي عند مستوى الفنترال سكر، وبعد كده تتقسم وترجع تاني، تتقسم وترجع تاني، بس في النهايه بتنتهي ببرانش واحد، يعني بتنتهي وهي متحده. هناك في الميل كان بينتهي هو 2 برانش، عشان ما ننساش مين الاثنين برانش ومين واحد برانش، وللذكر مثل حظ الانثيين، يبقى الذكر عنده 2 برانش اما الانثى عندها برانش واحد. خد بالك الفيميل بتاعتنا اللي في الشريحه دي مقطوعه، الانتر اند بتاعتها مقطوعه ولزقوها، بس لزقوها غلط، يعني اعتبر الحته دي مش موجوده، هو من اول هنا كده وهي ماشيه، حلو كلام، لان دي كانت موجوده هنا واتقطعت، بس دي الشريحه اللي عندنا في السكشن، ودي اللي هتشوفها في الامتحان، حلو كلام، عشان كده انا جايب لك بشرح لك على الشرايح اللي انت هتشوفها في الامتحان. طيب نيجي للاوفري، فين الاوفري؟ اهو في المنطقه ده، ده الحته الغامقه ده، بيبقى الاوفري بتاعها 1 مللي وبقى كومباكت وموجود في الميدل بارت. طب فين اليوتراس؟ اليوتراس بيبقى تيوبيول رفيعه ستريت بقى، لان هي الدوده رفيعه ماسكه من الاوفري وماشيه ماشيه 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 لحد ما تفتح فين؟ في الفيميل جينيتال بور، مش الكومون، فيميل، لان الفيميل لوحده والميل لوحده. طب فين الفيتيلاين جلاند؟ الفيتيلاين جلاند يا اولاد هو الجزء الاسمر اللي من اول الاوفر وانت نازل كده لحد نهايه الدوده، موجود مش بقى على جانبي الدوده، لان الدوده لون مدوره، الدوده دي سايلندريكال اسطوانيه، فما فيش جناب، مش مبططه، فعشان كده هي موجوده في كل ده. هتاخد في النظر بقى ان مكان الاوفري وطول الفيتيلاين جلاند وطول اليوترس دايجنوستيك، يعني اقدر افرق انواع الشيستوزوما من بعضها، ده في النظري، لكن احنا في العملي انا يهمني اعرف الشيستوزوما ميل والشيستوزوما فيميل. طب نيجي للبيضه بتاعتهم، احنا عندنا نوعين هناخد فيهم بيض، شيستوزوما هيماتوبيام وشيستوزوما منسوني، تاني شيستوزوما هيماتوبيام وشيستوزوما منسوني، ركز معايا بقى. الشيستوزوما هيماتوبيام دي بالهرسه المجاري البوليه، وبالتالي البيضه بتاعتهم هتنزل في البول. اما الشيستوزوما منسوني ناخدها بعد شويه، اسمها بالهرسه المستقيم، وبالتالي البيضه بتاعتها هتنزل في البراز،
حلو الكلام. طب نجيب هيباتوبيان بقى. احنا كنا اتفقنا ان كل الترماتودا ايج اوبركوليتد، يعني ليها اوبركولم ما عدا الشيستوزوما. الشيستوزوما مش اوبركوليتد. الله، طب ما ربنا لازم نقصها حاجه يزودها حاجه. البيض الوحيد اللي فيه سباين، فيه سباين، هو بيض الشيستوزوما. يبقى البيض الوحيد اللي فيه سباين بيض الشيستوزوما، ماشي؟ ليه؟ عشان ربنا ما عملش فيه اوبركولم، بدل حرام من الاوبركولم يعمل لها سباين. طيب البيضه، البيضه من غير الحته دي كلها اوفال كده. اللهم ايه الوساخه دي؟ ايه الحاجات الغريبه دي؟ ما احنا اتفقنا الهيماتوبيوم انا بجيبها من يورين، صح ولا غلط؟ واليورين بتاع المصريين كلهم بياكلوا حوادق، فمليان املاح، فعشان كده دي كلها كريستالات املاح. يبقى الحاجات الوحشه اللي عليها دي كريستالات املاح، انت معايا؟ وانا مزوم عليها كمان تحت الميكروسكوب، هتلاقي من بعيد كده، والكريستالات الاملاح ماليه الفيلد، لكن البيضه موجوده بني في النص كده. البيضه زي ما انت شايف كده بتبقى سبيندل شيب. طيب السباين بقى اللي احنا قلنا عليها بتطلع منين؟ خد بال، البيضه لها بوزين ولها جنبين، ادا جنب ودا جنب، ولا بوز ولا بوز. لو السباين طلع من البوز من البوزين زي دي كده، في الحاله دي بقول عليها تيرمينال، اقول عليها ايه؟ تيرمينال. اما لو طلعت من جنب من الجنبين اقول عليها لاترال. يبقى لو طلعت من بوز من البوزين اقول عليها تيرمينال، من جنب من الجنبين اقول عليها لاترال. طب بص لي كده، شايف الجزء الشفاف ده اهو؟ دي السباين. طب هي سباين زي مدوره، المفروض سباين مدببه. اه، وانا بضغط الشريحه على الكفر فدورت. طب ليه السباين مش واخده لون؟ يعني هي لونها اصفر اهو كلها، وهي دي مش واخده لون. اقول لك البيضه لونها اصفر عشان المراسيديم اللي جواها لونه اصفر، لان البيضه دي ماتيور بتنزل من جواها مراسيديم، فالمراسيديم مش هيخش في حته زنقه عشان يخلي لك او يلونها لك، فده لون القشره الشفاف، فده السباين اللي احنا بنقول عليه تيرمينال سباين، وهي تبقى ماتيور ايج. طب تعالى كده بقى للشيستوزوما مانسوني ايج، نفس اللي هناك بالظبط، اوفال ويبقى لونها لايت يلو ولونها او ترانسبيرنت، وبرده 100 مايكرون زيها زي الثانيه بالظبط. بس بص لي كده الحته ده اهي، شايفين السباين او البوز المثلث ده؟ المثلث ده لاترال سباين، اسمه ايه تاني؟ لاترال سباين. خد بالك الصفار ده الماده اللي لازقه الكفر بالشريحه، والفراغ ده دي فراغات هواء او فقاعات هواء بين الماده اللي لازقه الكفر بالشريحه. في ناس لما بتيجي ترسم الشريحه دي بالذات بترسم الماده والفقاعات وبتسيب البيضه، البيضه يا جدعان، البيضه في النص اهي، وهتلاقيها مزوم عليها برضو. اهم حاجه هتلاقيها في النص كده، اللون ده اللي انت شايفه ده اللي احنا بنسميه المراسيديم، لانها ماتيور ايج بس عندها لاترال سباين. ليه؟ اصل السباين طالع من جنب من الجوانب مش من البوز. لو كان من البوز تيرمينال يبقى هيماتوبيوم، من الجنب تبقى لاترال، تبقى منسوني، اخر شريحه في الشيستوزوما وفي التريماتودا كلها قبل ما نخش في السنين. شيستوزوما سبيش السركاريا، دي تالت سركاريا عندنا في المنهج العملي واخر سركاريا. احنا اتفقنا اي دماغ وديل تبقى سركاريا، بس لو بصينا الدماغ اهو الديل هتلاقيه مقسوم اتنين، اقول عليه فوركو سيركاس سركاريا اللي هي فوركت ديستالي، يعني مقسومه من تحت اتنين، فبسمي السركاريا دي نوعها فوركو سيركاس سركاريا، لكن اسمها شيستوزوما سبيشيز سركاريا. اسمها ايه تاني؟ شيستوزوما سبيشيز سيركاريا، لكن نوعها فوركو سيركاس سيركاريا. وبعد كده بقى في نو سيفاليك جلاند فوق، عشان السيركاريا دي لما تاخد في نظري مفيش انسيستد ميتا سيركاريا، فهي اللي هتخترق الجلد عشان تعدي بالبلهارسيا. وبالتالي احنا خدنا ثلاث انواع من السيركاريا، نفتكرهم: الدماغ مدور، الاورال قد الفنتر والديل بسيط مش مقسوم تبقى فشيولا سيركاريا، الدماغ طويل وعندها هيد كولر من فليش سبايل والديل بسيط تبقى كاينوستوما ريفوليوتم سيركاريا، الدماغ عادي او اوفال والديل مقسوم اتنين من تحت، ما دام مقسوم اتنين من تحت تبقى الشيستوزوما سيركاريا، يبقى عندنا فشيولا وايكاينوستوما وشيستوزوما، دول التلات انواع من السيركاريا. طيب نيجي بعد كده بقى لحته جديده اسمها السنيلز. السنيل دي يا اولاد هتبقى عندنا في بوكسات، هتلاقيها في العملي في بوكسات، بوكس كده خشب وموجود فيه السنيل. فلما يجي لي بقول فلان الفلاني اسنيل دراي تشيل ان بوكس. يعني ايه اسنيل دراي تشيل؟ اصل انت شايفه ده مش القوقع، ده جدار القوقع، البيت بتاع القوقع. القوقع هو الكائن الرخو اللي بيبقى موجود جوه، اللي احنا بنشده بيبقى رخو كده، فاحنا جايبين لك الجدار الناشف. القوقع اللي جوه ده مات من زمان، شلناه ومات من زمان، فاحنا جايبين لك الجدار الناشف. طب انت في النظري محتاج تعرف ايه من القوقع؟ ما انا مش هدرسه لو الوطن، انا بدرسه عشان هو شغال كانترميديت هوست لبعض الديدان. انا يهمني اسمه، الهابيتات بتاعته وعايش فين عشان لما احب اصطاده، شكله ايه، مورفولوجي بتاعه، بس مش شكله هو، شكل السنيل درايت شيل. حلو الكلام. وهو بيشتغل كانترميديت هوست لمين؟
يعني القوقع ده اسمه ده بالاسم الفلاني بيشتغل كانترميديت هوست لمين. احنا هنا في العملي مش هيهمنا الا اسمه والمورفولوجي بتاعه، ما يهمني هنا دايجنوزيس، اعرف المورفولوجي، اما هو الهابيتات بتاعته شغال كانترميديت هوست لمين ده هتاخده فين؟ في النظري. طيب عشان اعرف المورفولوجي بتاعه انا بكتب فيها اربع نقط، يعني الكومنت بتاعه اربع نقط، تلاتة ثابتين يا ولاد والرابعه بتختلف من قوقع للتاني. اول حاجه انا عايز اعرف القوقع فتحته يمين ولا فتحته شمال. يعني ايه فتحته يمين وفتحته شمال؟ عشان امسك القوقع صح لازم تكون البوز ده، نشوف اجزاءه الاول، البوز بتاعه ده اسمه ايبكس، البوز اللي فوق اسمه ايبكس، ما هو اسمه حلزون عامل زي الدايره كده، لفه ورا لفه ورا لفه وبعد كده بوز فوق، يبقى البوز ده اسمه ايبكس. لفه الجسم دي اسمها بادي وارلز، اسمها ايه تاني؟ بادي وارلز. اللحام بين اللفه واللفه اسمها سوتشر، يبقى دي اسمها بادي وارلز، واللحام ما بين اللفه واللفه اسمها يا اولاد سوتشر. الفتحه اللي هي دي او دي اللي بيطلع منها القوقع اسمها ابريتشر، اسمها ايه تاني؟ ابريتشر. طيب طول القوقع من غير الابريتشر، يعني طول القوقع ده هو من غير الفتحه، يعني من اول هنا كده من سقف الفتحه لحد البوز لحد الايبكس، ده بنسميه سباير، ده بنسميه ايه؟ سباير. طيب انا بعرف هو يمين ولا شمال ازاي؟ انا بقوم موقف القوقع الوقفه الصح. ايه الوقفه الصح او الماسكه الصح؟ الايبكس فوق والابريتشر في وشك، اهو ايبكس فوق اهي والابريتشر في وشك، وبعد كده بقسمه بعيني بالنص كده واشوف فتحته ناحيه ايدي اليمين ولا ناحيه ايدي الشمال زي ده كده. اما لو فتحت قسمت ده كده هلاقي الفتحه ناحيه ايدي الشمال، لو يمين يبقى رايت هاندلد سنين، لو شمال يبقى ليفت هاندلد سنين، يبقى اشوف ناحيه ايدي اليمين ولا ناحيه ايدي الشمال كده رايت وكده ايه ليفت، رايت هاندلد سنين ليفت هاندلد سنين. ادي اول حاجه يبقى بشوف هو رايت ولا ليفت، بعد كده بشوف طول السباير، الطول هو لونج سباير ولا ميديوم سباير ولا شورت سباير ولا نو سباير، ما عندوش سباير اصلا، يبقى بص هو رايت ولا ليفت، وبعد كده السباير طولها عامل ازاي، بعد كده الايبكس ده هي شارب بتعور كده لو مشيت عليها ايدي ولا بلانت مبططه ومقطوشه، يبقى اقول عليها يا شارب ولا بلانت. بعد كده النقطه الرابعه حاجه خاصه بالقوقع ده اهو مش موجوده في اي قوقع تاني، مميزه ليه. يبقى الاربع نقط اللي يميز بهم القوقع ايه وايه؟ رقم واحد هو يمين ولا شمال، رقم اتنين هو لونج ولا ميديوم ولا شورت ولا نو سباير، رقم تلاته هو شارب ولا بلانت ايبكس، بعد كده رقم اربعه حاجه مميزه للقوقع ده اهو مش موجوده في اي قوقع تاني. طب احنا عندنا كام قوقع في العملي؟ 10، عندنا 10 قواقع، هقسمهم ازاي؟ هقسمهم 4 3 2 1 4 3 2 1، ليه بقى يا باشا؟ لأن أول سبعة اللي هم 4 و3 هتلاقي فتحتهم يمين أهو، رايت هاندلد سنيل، الفتحة ناحية إيدي اليمين، أما لما أقسم البتاع ده بالنص هتلاقي الفتحة يمين 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 يمين، أما الثلاثة الأخرى فتحتهم شمال، ده ناحية شمال ده ناحية شمال ده ناحية شمال، يبقى 10 اللي عندنا سبعة منهم فتحتهم يمين وثلاثة منهم فتحتهم شمال. طب ليه مقسمهم 4 3 البتوع اليمين؟ لأن دول أراتيس، فبدل ما رطيس يبقى المسافه بين الابريتشر وفوق طويله قوي، نقول عليها لونج سباير، ما عدا ده رغم ان ده برضه وضعه خاص ماشي، برضه هو لونج سباير، يبقى الاربعه اللي فوق فتحتهم يمين ولونج سباير، دول بقى تختيخ متختخين تحس هو مقلبزين، يعني طويل وعريض فعرضه واكل طوله، عشان كده لما تلاقي واحد طويل قوي وعريض تحس هو مش طويل، يقول لك ده تلتين عرضه واكل طوله، نقول عليه ميديوم سباير، تختوخ ميديوم سباير. طيب ده هو بقى تلاقي شورت سباير، شوف المسافه قد ايه من سطحه الابريتشر لفوق شورت سباير، ده بقى مبطط داس على عربيه، نقول عليه نو سباير ماشي. يبقى نقول يا اما لونج سباير يا اما ميديوم سباير يا اما شورت سباير يا اما نو سباير. يبقى السبعه الرايت اربعه منهم لونج وثلاثه منهم ميديان، والثلاثه الشورت اثنين منهم، الثلاثه للشمال قصدي الليفت اثنين منهم شورت وواحد منهم نو سباير. طب نمسك واحد واحد، نيجي الاول واحد، اولا من حيث هو رايت ولا ليفت ده رايت هاندلد سنين، من حيث السباير ده من الاول اربعه قولين لونج سباير ماشي. ليه لونج سباير؟ لان اهم ميزه فيه ان الابريتشر بتاعته لارج اوفر ابريتشر، يعني الابريتشر بتاعته كبيره قوي، وبالتالي لو شلنا الابريتشر غطينا الجزء ده كله هيبان الجزء ده، الجزء ده بالنسبه لطوله وعرضه ده طويل قوي، طويل ورفيع بالنسبة للطول والعرض، هنشيل ابريتشر كده، شوف بالطول والعرض بيبقى طويل، فعشان كده بنقول عليه لونج سباير، نقول عليه تاني لونج سباير، يبقى ده رايت هاندلد سنين، لونج سباير، الايبكس بتاعته شارب، الأربعة الأولانيين كلهم شارب، اللي هم اللونج سباير، ما هم مبوظين لهم بوز، يبقى لونج
سباير وشارب ايبكس. طب اهم ميزه في القوقعه ده ايه؟ ان هو ليه لارج اوفال ابريتشر، فتحته كبيره قوي. ممكن تقول كمان نزود عليه ان هو سن فراجايل، يعني القشره بتاعته ضعيفه ممكن تتكسر، ضعيفه وفراجايل. احنا قلنا كل حاجه ما عدا اسم القوقعه، ما احنا وصفناه هو على حسب اللي قدامنا. اسمه ايه ده بقى؟ ده اسمه ليمنيا، ليمنيا كايويدي. تحس انت معوق، ما الايه اي بتنطق ايه والايه يو بتنطق او والاتنين ال سايلنت، تبقى كايويدي، كايويدي ليمنيا كايويدي. بس ده مش القوقع، ده القشره الناشفه بتاعته، يبقى اقول عليها ليمنيا كايويدي اسنيل درايتشيل. ليمنيا كايويدي، كايويدي اسنيل درايتشيل. طب نيجي للتاني، اولا ده رايت هاندل، فتحته يمين، فتحته يمين، ده مقلوب، ما اتفقنا ماسكه الصح الابريتشر في وشي، ده مقلوب الابريتشر الناحيه الثانيه، يبقى فتحته يمين. ده قرطاس يبقى لونج سباير، اي قوقع قرطاس يبقى لونج سباير. وشارب ايبكس، حلو الكلام، يبقى يمين ولونج سباير وشارب ايبكس. خلاص ايه الميزه اللي فيه بقى؟ ركز معايا كده، عليه خطوط طول بالطول، خطوط بالطول، بص كده خطوط بالطول، يبقى عليه لونجيتيودينال ستريبس، لونجيتيودينال ستريبس. الله، هو مين اللي عليه خطوط بالطول؟ الحمار الوحشي، والحمار الوحشي بالانجليزي اسمه ايه؟ زيبرا. فالبتاع ده اسمه زبرينا، زبرينا سبيشيز اسنيل دراتشيل. يبقى القوقع ده اسمه ايه يا اولاد؟ زبرينا، زبرينا سبيشيز اسنيل دراتشيل. ممكن نزود عليه ان هو سيك شيل، الشيل بتاعته بتبقى تخينه شويه، خلاص دي زياده. بس هو اهم حاجه هو يمين ولا شمال، هو لونج، هو اللي هو يمين ولونج سباير وشارب ايبكس وعليه لونجيتيودينال ستريبس، الاربع نقط الثابتين اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب نيجي للاثنين اللي بيتلخبطوا مع بعض، البايرنيلا كونيكا والميلانيا تيوبركلات. اولا ده يمين، حلو، والتاني يبقى يمين برضه. ده قرطاس والتاني يبقى قرطاس برضه، ما دام قرطاس يبقى لونج سباير، التاني يبقى لونج سباير برضه، وما دام هو لونج سباير يبقى شارب ايبكس، التاني برضه هيبقى شارب ايبكس. الله، امال افرق بينهم ازاي؟ مين اللي شكله حلو ده؟ ليه؟ اصل انا شايف فيه نتوءات كبيره، ما دام فيه نتوءات كبيره ابقى عارف فيها كورس تيوبركل، يبقى اسمه ايه تاني؟ كورس تيوبركل. الرينجت انه لو بصيت على النتوءات دي هتلاقي معموله في صفوف، عدد الصفوف في اللفه الواحده هتلاقي اقل من اربعه، بص كده، هذا صف، ده صف، ده صف، تلات صفوف اهم، التلات صفوف هيبقى اقل من كام؟ من اربعه، وده برضو اتنين واتنين يبقى اربعه، يبقى عددهم من واحد لاربعه، يعني اقل من اربعه، ما ينفعش يزيد عن اربعه. حلو الكلام؟ يبقى في كورس تيوبركل، شايفها من بعيد اهو وشايفها شكلها حلو، يبقى عليها كورس تيوبركل ارينجد ان رو، وعدد الصفوف اقل من ايه؟ من اربعه. دي اهم ميزه تفرق بينها وبين اللي جاي وراها. حلو الكلام. في حته كمان زياده موجوده في النظر عايز تقولها، اقولها، ان بيقول لك البادي وارلز، لفه الجسم، ما بتبقاش مايله قوي، بتبقى ليس اوبليك عن التاني اللي اسمه ميلانيا تيوبركلات. القوقع ده اسمه بايرينيلا كونيكا، القوقع اللي شكله حلو ده اسمه ايه تاني؟ بايرينيلا كونيكا، بايرينيلا كونيكا، يبقى بايرينيلا كونيكا اسنيل دراتشيل ان بوكس. طب هات القوقع اخوه بقى، طويق يمين اهو، يمين اهو، ولونج سباير وشارب ايبكس. بس لو ركزت كده هتلاقي مش كورس تيوبركل، ده فاين تيوبركل، تحس نقط صغيره، نقط صغيره خالص، اهي فاين تيوبركل. ولو شفت الصفوف هتلاقي كتير قوي، اكتر من اربعه في اللفه الواحده، يبقى الرينجد ان رو، عدد الصفوف اكتر من اربعه. ولو بصيت بقى على برضو البادي وارلز هتحس هي نايمه اوبليك شويه عن التاني، تحس هو ملفوف لفه معوجه شويه، يبقى اقول عليها مور اوبليك الوارلز، بدل مور اوبليك عن البايرنيلا كونيكا اللي احنا اخدناه من شويه. يبقى اهم ميزه بين الاثنين تفرق ما بين الاثنين ان ده عليه فاين تيوبركل انا ما شفتهاش الا لما دققت فيها، تحس ان نقط صغيره، تحززات صغيره وصفوف اكتر من اربعه، هناك نقط كبيره، تحززات كبيره، اهي نقط كبيره، تحززات كبيره، شايفها؟ شايف النقط الكبيره دي؟ شايفها؟ ماشي؟ وعدد الصفوف بتاعتها اقل من اربعه، يبقى دي بايرنيلا كونيكا والتانية ميلانيا تيوبركلات. كده احنا خلصنا الأربعة الأولانيين الطوال، نخش بقى في التلاتة المتختخين. أول واحد اسمه فيفي بارا، دي فيفي بتاع البارا مش فيفي عبده. فيفي بارا سبيشيز أسنيل درايتشيل. ركز كده معايا هتلاقي تختوخة، يعني هي طويلة بس عريضة، ماشي؟ فعشان كده عليها ميديم سباير، يبقى هي فتحتها يمين، ماشي؟ يبقى رايت هاندل دي سنين، ناحيه ايدي اليمين اهي، ناحيه ايدي اليمين، ايدي اليمين الناحيه دي، ده يمين وده شمال، لا هي ناحيه ايدي اليمين، يبقى رايت هاندل، وهي ميديم سباير، وشارب ايبكس، شارب ايبكس،
ماشي. طب اهم ميزه فيها ايه؟ بص كده اللفه، وهي لفه لفه من بعيد، فدي الابريتشر صح، جنب الابريتشر في فتحه هنا شايفها دي، فتحه لان بيلف من بعيد، الفتحه دي عامله زي السره فبسميها امبلايكس، يبقى لها لارج كلير امبلايكس، لارج كلير امبلايكس. تاني لارج كلير امبلايك، ممكن تقول القوقع ممكن يكون بني والبادي وار بتاعته اوبليك شويه، بس اهم ميزه فيه انه يمين ميديم سبار لانه تختوخ، بدام تختوخ كده يعني طويل وعريض في نفس الوقت مش قرطاس، يبقى ميديم سباير، شارب ايبكس وعنده لارج كلير امبلايكس. افتكرها فيفا عبده رقاصه، الرقاصه بتبين بصورتها، يبقى دي اهم ميزه فيها ايه؟ صورتها باينه، لارج كلير امبلايكس. طيب نيجي الاثنين بتوع كيلو باترا، كيلو باترا اسمه ايه تاني؟ كيلو باترا رايت هاند الاثنين فتحتهم يمين اهي، شايفها فتحتهم يمين. احنا عندنا قوقعين كيلو باترا، فاكرين احسن سجاير في مصر سجاير كيلو باترا؟ السجاير في سجاير بني اللي هي السوبر، وسجاير بيضاء اللي هي البوكس، عندنا برضو واحد بني وواحد ابيض، شوف بميزها لك اهو، واحد بني وواحد ابيض. البني بولومويدس، اسمه كيلو باترا بولومويدس، بني بولومويدس به به، يبقى كيلو باترا بولومويدس اسنيل درايتشيل، كليوباترا بو بوليمويدس اسنيل دراتشيل ان بوكس، اولا يمين ثانيا تختوخ يبقى ميديم سباير، والكليوباترا الاثنين بلانت ايبكس. افتكر كليوباترا لما دخل على يوليوس قيصر قطش لها رقبتها تبقى بلانت ايبكس مالهاش رقبه. الله، امال اميزها منين بقى؟ البني بوليمويدس هو بني ليه؟ لانه خلفيته صفراء زي ما انت شايف كده، وفي خط بني ماشي في نص البادي وارلز. الله، بس البادي وارلز سبايرال يعني لفه حوالين بعض، عشان كده سميته حلزون لان جسمها لفف زي الحلزونه كده، فبالتالي خط البني ده ماشي حلزون، هتلاقيه في نص البادي وار دي ونص البادي وار الثاني ونص البادي وار الثالثه وهكذا، فعشان كده بقول عليه سبايرال براون باند، عليه سبايرال دارك براون باند، سبايرال ترانسفيرس جاي في العرض كده دارك براون باند، موجود على الاوبليك وارلز، موجود على جسم او لفات القوقع، يبقى البني بني ليه؟ عشان عنده سبايرال براون باند. ركز كده معايا، ركز ركز في الصوره، بص 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 ادى اللي ورا اخوه، ايه الفرق بينهم؟ ان البنت ما عادتش موجوده اهي اهي اهي، بص البنت ما عادتش موجوده، فعشان كده من حيث هو يمين ولا شمال يمين، من حيث هو تختوخ يبقى ميديم سباير وبرده بلانت ايبكس، بس ده ما عندوش باند، لونه وايتش ابيض، هتلاقي تحت في البوكس عندنا في المعمل لونه ابيض زي اللبن، ابيض ابيض شبه البلطو انت لابسه، فعشان كده بيقول لك وايتش، وايت ان كلر، وايت ان كلر. يبقى احنا كده اخدنا الفيفي واخدنا 2 كيلو باترا، يبقى احنا خدنا الثلاثه اليمين التختيخ اللي بنقول عليهم ميديم سباير. نخش بقى في الثلاثه الشمال، عندنا 2 شمال شورت ايبكس، بص كده الفتحه شمال، واحد اسمه بولينس وواحده اسمها فايزه، ركز معايا فايزه، اه فايزه سمعت صح، بولينس وفايزه، مش عندنا فيفي، يبقى في فايزه، بولينس وفايزه، حط في دماغك ان بولينس ده ولد والفايزه دي بنت، حلو؟ فهتيجي تبص اسمه بولينس ترانكيتاس، اولا هما الاثنين فتحتهم شمال وشورت سباير، ليه؟ شوف المسافه من السقف لهنا صغيره، شورت سباير. طيب بقى اسمه بولينس ترانكيتاس، اسمه بولينس ايه؟ كلمه ترانكيتاس يعني المقطوش، يبقى الايبكس بتاعته بلانت، انت شايف ايبكس هنا؟ لا مفيش ايبكس، خد بالك عشان الاثنين بتلخبطوا مع بعض وهنفرق ما بينهم، ده ما عندوش ايبكس اهو، تحس ماليش ايبكس، وبالتالي اقول عليها بلانت ايبكس. يبقى احنا عندنا كام بلانت؟ ثلاثه، الاثنين كيلو باترا ودي بلانت ايبكس. طيب الولد مش بيبقى عريضه المنكبين، بيبقى الشولدر بتاعه واسع، كتافه من فوق واسعه، فتيجي تبص يقول لك البادي وارلز اهي جسم القوقع من فوق بيبقى عريض، بيبقى عليه وايد شولدر، بيبقى عليه وايد شولدر، بس كده قال لك والله فيه نواتي امبليكس صغيره كده، عنده سمول امبليكس، هو مش ولد بس عنده سمول امبليكس، لكن فيفي كانت لارج كلير امبليكس، هنا سمول امبليكس. طب بص فايزه بقى، بص كده، بص على دي كده، ده عريض اهو، عريض، بص كده فايزه، هتلاقي جسمها انسيابي، ليه؟ هي ليفت هاندل سنين شمال، وبرده ايه؟ شورت سباير، بس دي شارب ايبكس، اسمها فايزه اكيوتا، اكيوتا يعني اكيوت انجل، يعني زاويه حاده، البنات بيبقى صوتها حاد، فعشان كده عندها شارب ايبكس، لكن شوف دماغها باينه اهي، لكن الثانيه دماغه مبقاش باينه مقطوشه. طب وايه تاني؟ ده ما عندهاش امبلايكس، الثاني كان عنده امبلايكس، طب الثاني كان الجزء الفوقاني شولدر بتاعه عريض، تحس هو مكعبر من فوق كده، طب دي بنت، ليس برومننت شولدر، تحس هي نازله بانسيابيه عاديه خالص البصله، ليس برومننت شولدر، يبقى دي مين؟ فايزه، ماشي، ده مين؟ البولينس تاني، ده بولينس فايزه، بولينس فايزه، اخر قوقع واسهل قوقع اسمه ايه بقى؟ بيلانوربس، القوقع ده معروف المبطط ده،
بيبقى ليفت هاند. واحد يقول لي ليفت هاند دي ليه؟ اقول له والله المفروض الماسكه الصح الايبكس فوق والابريتشر في وشي. اقول له والله بس ماليش ايبكس، ده مبطط، ده الايبكس مبططه، نو ايبكس اصلا. حلو. اقول لك اه بص كده الفتحه ايه، صوابع ايدي هي اللي تخش في الفتحه وتلف مع اللفات، الشمال ولا اليمين؟ الشمال، يبقى هو شمال. اقول لك ما انا لو قلبته كده يبقى يمين. حلو. اقول لك لا، ما احنا اتفقنا لازم الابريتشر تكون في وشك. الابريتشر دي ليها شفه طويله زي ما انت شايف كده وشفه قصيره، لازم تكون الطويله على الارض والقصيره فوق عشان اشوف الفتحه. انا كده شايف الفتحه اهو، لكن انا كده مش شايف الفتحه، يبقى كده القوقع مقلوب، لكن كده القوقع سليم. حلو. يبقى صوابع ايدي الشمال اهي اللي تخش في الفتحه وتلف مع اللفات. حلو. يبقى هو شمال، يبقى ليفت هاندل سنين. نو سباير، ما عندوش سباير، لان شوف ما فيش مسافه فوق الفتحه، مش دي الفتحه اهي، واحنا اتفقنا السباير من الفتحه لحد الايبكس، وما عندوش ايبكس اصلا، فعشان كده نو سباير نو ايبكس. طب اهم ميزه فيه ايه؟ شبه الزرار، او زرار باتون شيب، شبه الزرار باتون شيب. طيب التكرار بيعلم مين؟ الشطار. شفت دوده حمراء تخينه وقصيره، يبقى ده الشيستوزوما سبيشيز ادلت مين. شفت دوده حمراء طويله ورفيعه والنص التحتاني كله اسود، يبقى ده الفيتلاين جلاند، يبقى دي الشيستوزوما سبيشيز ادلت فيميل. شفت بيضه عليها دبرس كتير ولو دقيت عليها تلاقيها بني في النص كده وفيها سباين تيرمينال مدام تيرمينال، يبقى ده على طول الشيستوزوما هيماتوبيوم ايج على سلايد. طب شفت بقى البيضه اللي فيها سباين لاترال، لاترال على الجنب، يبقى دي على طول شيستوزوما منسوني ايج فين؟ في سلايد. طيب شفت سيركاريا ديلها مقسوم من تحت، يبقى الشيستوزوما سبيشيز سيركاريا، يبقى دي السيركاريا بتاعت مين؟ الشيستوزوما. ماشي. جيت ابص لقيت عندي قوقع فتحته يمين والشارب ايبكس والفتحه مالية كله واكلاه كله، يبقى ده الليمنيا كايودي اسنيل درايد شيل. طيب عندك قوقع قرطاس وعليه خطوط بالطول للكوديدان ستريبس، يبقى شبه الحمار الوحشي اللي هي الزبرة، تبقى ده اسمه زبرينا سبيشيز. طب قرطاس تاني اهو، قوقع قرطاس بس عليه كورس تيوبركل، تيوبركل كبيرة كده باينة. حلو. يبقى بايرنيلا كونيكا اسنيل درايت شيل، بايرنيلا كونيكا. شفت القرطاس برضو بس مش شايف النقط الكبيرة، ده شايفها نقط صغيرة وعدد صفوف أكتر من أربعة، يبقى دي ميلانيا تيوبركلاتا، ميلانيا تيوبركلاتا. شفت قوقع تختوخ زي ما انت شايف كده وعنده كلير امبلايكا السره، اذا سكره السره سكره فيفي، يبقى فيفي بارا سبيشيز اسنيل درايت شيل. شفت قوقع اصفر وفي خط بني ماشي في نص البادي وارلز، يبقى دي كلوباترا السوبر، كلوباترا بولومويدس، بني بولومويدس. شفت قوقع اخوه بس من غير الخط البني، يبقى الابيض سايكولستومويدس، كلوباترا سايكولستومويدس. شفت قوقع فتحته شمال، لا اما بولونس لا اما فايس، ابص ليه عريض من فوق ومليش ايبكس يبقى بولينس. طب شفته شمال بس مش عريض من فوق وليه ايبكس، يبقى فايزة، فايزة اكيوتا. شفت قوقع مبطط خالص، مدور خالص ومبطط، قوقع العادي اللي احنا شايفينه ده اسمه بيلا نوربس، اسمه بيلا نوربس سبيشيز، بيلا نوربس سبيشيز اسنيل درايتشيل. وفي النهاية بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.